شو السالفة فواز؟ شو الحركات هذه؟ تبي كثير غيرة بدرية يعني؟ احنا الاثنين مجروحين. انتي حبيتي وحاربتي عشان حبك وما وصلتي حق اللي انتي تبينه. وانا نفس الشيء. سويت حق بدرية كل شيء وما بين بعينها. بس من يوم وراي حان الشيف مالكم ومسوي لكم احلى غدا. شنو؟ نسيت ان هوايتي كانت فطار؟ لا طبعا ما نسيت. انت قول لي ايش سويت مع حسون تعبك اليوم؟ لا عبث كارو قدامك قاعد يلعب ما في الا العافيه. امي مره كبيره وفيها سكر يعني ما ينفع تعيش بروحها. يعني وين بالضبط؟ عندك يا اخي. انت اصغر واحد فينا وبيتك كبير وما عندك يا هال. كنت الاحظ بالدوام يقولون يتحجون عنكم ايام ما كنت متزوجه فواز. ما كان مقصر معك بشيء. ما خلى مناسبه الا ما اهتم فيك. انت ما تفهم. اقول لك انا عايشه بيتها الريلي، شلون بخلي امي معاي؟ ما لقيت شيء تحبه فيني. لا 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 بالعكس. بس انا ما ادري من وين ابتدي وما ادري من وين انتهي. انت مو الحين سنه ثانيه؟ ايه. ومو تدرسين طب؟ ايه. يعني باقي لك 5 سنين على ما تخرجين. شنو يعني انطرني؟ ما انطر. شو انطر؟ تحبين تعرفين منو بدريه المعرس؟ ما يبي له. اكيد فواز صح؟ صح. عافيه عليك. انا خلاص قلت كل اللي عندي. اشوفك وايد تدخل على الفيسبوك. ضروري ادخل وايد. يعني اشوف اي طريقه احصل فيها زيته. يبا ودي يعني كذي اسافر كم يوم اغير جو، يمكن نفسيتي تتغير وحتى بعد العوار اللي بظهري يخف. طبعاً أنتوا تدرون إن جانو هدتنا وراحت، ومن قبلها أمكم همن هدتنا وراحت. بس منا لا تقاطعيني وأنا أتكلم، مفهوم؟ صح. وأنتوا عارفين إن البيت لازم يكون فيه مرة أساس تقدر تلبي طلباتكم، يعني مثل الحبيب، منو بيغسله، منو بيسوي له عشاء، منو بيلم ألعابه بعد ما يعفسنا نفس كل يوم، وأنت كتبك، ملابسك، عشاك، وانت نفس الشيء. عرفت شلون؟ يبا يعني بتجيب خدامه جديده؟ انا قلت لك لما اتكلم لا تقاطعيني، ما تفهمين عربي انت؟ يعني بصراحه انا يعني قررت اني اتزوج. عشان ابوي عاش. والله انك تعجبني انت. بس يبا مو حرام. أمي تتزوج وأنت تتزوج وما حد فكر فينا صح؟ والله يم لسانين كان قلت الحكي هذا حق أمك مو حقي أنا. أنا اللي قاعد أسوي هذا عشان منو؟ أنا قاعد أسوي عشانكم. أنا بجيب وحدة تخدمكم، تسوي أغراضكم، تنظف لكم، تسوي لكم عشاكم. أنتم من يتحملكم؟ إذا كل يوم والثاني بنيب خدامة أكيد بتشيل قشة وتمشي، ما راح يتحملونكم. هذا مشاري من يتحمله هذا؟ لكن هذه اللي بتزوجها بتيج تلبي طلباتكم، تخدمكم، تنظف، تغسل. عشون؟ زي بابا من بتتزوج؟ واحدة نعرفها؟ ايه تعرفونها انتو اللي مسؤولة امكم في الدوام غصون. ويبا ما لقيت الا هذه عمرها عمر يدتي. شفتي؟ قلتيها بلسانك عمر يدتك. انا قاعدة اضحي عشانكم.
قاعد اتزوج واحده كبيره عشانكم. عشان شنو؟ عشان تخدمكم وتلبي طلباتكم، تنظف ملابسكم وتجيب لكم عشاكم، عدل ولا؟ ويبا هالمره ما تنبل، شلون تتزوجها؟ وانت شنو انت بتصورين معاها؟ انت ايش عليك بويها؟ انت طلبي منها شو اللي تبينه وبتسوي لك، عدل ولا؟ ايش عليك شكوا فيها انت؟ يا لا تكبر السالفة، أنا على بالي بالأول الغصون تكذب، وحبيت أتأكد من حقيقة المرة اللي بتعيش مع عيالي، يعني مو موضوع غيرة وخرابيط. مو غيرة؟ تبين تقنعيني إن حجك هذا مو غيرة؟ بدرية، أنت من سمعتي الخبر وأنت غير متغيرة، لا تلوميني. اي طبيعي بتوتر واتخربط لانه مو منطق اللي قاعد يصير. فواز شبب واحدة مثل الغصون تقول لي انت شكو حبيبتي، انت شكو. هم صح، خلاص صح، انا ما علي، انا شكو بس. انا بس بالاول يعني انصدمت من السالفه والحين عادي تعودت. خلاص قاعد ما خلاص خلاص بس الله يستر منها هذه لئيمه، ما ادري ايش ناويه عليه. بدريه انت مصج. لا 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 بدريه، لا اوفر اوفر اوفر، خلاص خلاص بس خلاص بدريه تكفين. شوف ايش حالاتك، شوفي شفتي شلون تغيرتي؟ بس سكتي ما جبتي الموضوع كذي، خلك اي شيء ايش حياتك. خلاص خلاص نعم. لا لا دكتور أنا ما فيني شيء الحمد لله. دكتور أنا معرس جديد توني متزوج، وقبل كنت متزوج وانفصلت وعندي 3 أولاد. ف والله ما أدري شلون أفاتحك، يعني أبي أنا وزوجتي الحين إذا صار شيء بيني وبينها إنها ما تحمل، يعني فاهمني؟ يعني إذا تقدر تفيدني تعطيني مثلا إبرة ولا حبوب ولا أي شيء، يعني فاهمني أنت؟ ها مبروك. تفضلي تفضلي، هاتش هاتش العصير، تفضلي مبروك. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد.
تعالي بو هياك هياك يلا هياك تعالي. أقول فواز، هلا، مو كان أفضل إن إحنا نبات في أوتيل؟ لا حبيبتي، أنا ما أبي العيال يقولون شبكتيني منهم من أول ليلة، عرفتي؟ إيه صح، مراعاة لنفسية الأطفال. إيه عدل بالضبط هذا. حياك يبا حياك، تعالي حياك تفضلي. تعالي بولا تستحين هذا بيتك، حياك حياك يبا حياك حياك تعالي حياك 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 تعالي تفضلي تعالي. شلونكم يبا؟ تعال 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 يا حبيبتي تعال تعال ألفك على العيال. هذا الجعده دلوا عبوه، هذا مشاري وهذه عذاري وهذا مبارك الله يحفظهم. يلا يبا قوموا سلموا على زوجتي وهذه حسبة أمكم، يلا قوموا سلموا عليها. أهلا. ها يلا يبا حياش تعالي تعالي حياش غصان غصان قومي باي قومي 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 سوي لهم ريوق. وين أقوم؟ الليال يواع قومي سوي لهم ريوق. أنت ليش ما تقوم؟ أنا ما شبعت نوم بنام شوي. وأنا ما شبعت نوم بنام شوي. يعني شون يموتون من اليوع قومي سوي لهم ريوق. شنو هذا؟ ليش كات العصير كذي انت؟ ها؟ شنو هالفوضى هذه؟ انت هي هي انت ما شفتي اخوك كات العصير على الارض، ليش ما تنظفينه؟ ما راح انظف، انا مو خدامه. يعني انا اللي خدامه عندك؟ والله وصدتي هذا السكين وقص عليه. وانت ليش قاعد القعده هذه ليش كذي كتبك وجنبتك حتى ريحه دلاغك فايحه؟ مالت ثم مالت. قوم انت بعد تعلم شل هذا اللي ما راح اشيل، انا مو خدامه. استغفر الله. قوم 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 حول ولا قوة بالله العلي العظيم. كيف اسوي الريش مالي؟ يلا يا عيال الريوق جاهز. يلا يا مبارك، مو انت اللي اذيتني من الصبح تطق علي الباب تقول لي انا ميت من اليوع. يلا هذا هو الريوق، تعال. ماني قايم من مكاني، سوي لي صبون وانا قاعد. ان الله وانا له راجعون. امر الى الله. تحت امرك، تامر امر يا استاذ. هاك استاذ.
تفضل اكل. شنو هذا؟ ما احب الجبن. ليش؟ ايش فيه؟ هذا الجبن حلو، اكله. اي صدق مبارك، ما احب الا جبن كلاص. قومي انت اكلي، قومي. شنو هذا؟ ما عجبني شيء. الله، كل هالريوق وما عجبك شيء، ايش تبين بعد؟ اي شنو هذا؟ حطت لنا كله خضرة. بقر احنا بقر؟ ويع ان شاء الله. طقاق كيفكم؟ هذا من ياكل عين الريوق، انا بروحي. اقعد انت، اقعد. قاعد انتبر انت بعد. هاك يلا كل هذه. ابي كورن فليكس. شنو تبي؟ كورن فليكس. نعم نعم. وين تحطون الكورن فليكس؟ وين الكورن فليكس؟ وين؟ بالكبت. ويا كشتك انت بعد. فواز، فواز قوم، تدري الساعة كم الحين؟ ايش فيها؟ اجازة. اي ما يخالف اجازة، احنا ماخذينها عشان نستانس مو ننام. ايش تبي الحين؟ انا ترى مسويه ريوق على الطاوله، الريوق ايش كثره، ولا احد من عيالك اكل. قوم، ترى ما راح اسوي مره ثانيه. لا 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 تسوي مره ثانيه، خلاص غطيه وخليه خلاص. انزين قول لي سالفه الخدامه هذه. اكفلت وقالت ودني المكتب ووديتها. يا سلام، يعني انا بالله شو اسوي؟ انا ترى مو متزوجه علشان اخدم عيالك. قوم تصرف، شوف شوف لي خدامه ثانيه. ان شاء الله، حاضر، باكر اروح واطلب لك خدامه. ممكن تخليني اخمد الحين ولا بتمين تهذرين على راسي؟ يا صباح الخير. صباح النور. صباح النور. وين ما دريت؟ أمس خالتي طاحت. لو أنت تدري أنها هي حامل. أي بس أشوى ما صار فيها شيء. أي زين أشوى، الحمد لله. يما خالتها طاحت من الدري مسكينة وهي حامل، بس أشوى ما صار لها شيء. يلا يما بمشي، انا بروح الدوام. الله يوفقك حبيبي. اجمعين. حياة حبيبتي، تبين شيء؟ لا حبيبي، سلامتك. الله يسلمك. شوي 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 شوي. وين ابوي؟ هلا هلا يبا. هلا هلا بنيتي. هلا يبا. ولهت عليك. ترى عليك العافيه يا ابوك، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ها بشري، وشلون ظهرك الحين؟ الحمد لله يبا، بخير وبصحه وعافيه. الله يعافيك ان شاء الله. يلا ان الله سبحانه وتعالى دائما اشوفك بالصحه والعافية يا ابوك. اللهم امين. بس عيل دام ظهرك تعدل وطبتي، يلا الصوبة. ايش فيك مستحيلة؟ نطلع يلا يلا. وهاي مستحيلة. بابا بنيتي الله يرضى عليك، خلي اختك ترتاح شوية، توي هي من السفر. اول شيء حق ابوي. يبا ما نسيت صوتك. ما قصرتي يا ابوك. ايش رايك بالجلابية المغربية؟ جزاك الله خير. لا واخترتي بعد اللون اللي انا السادس منه. زين الحمد لله. بس عسى ما هي طويلة. إيه عادي تتكسر. إيه عند الخياطي. إنزين يلا يلا تعال تعال وريني وريني شنو يبي. إيش فيك ملقوفة كذي؟ يبا إيش فيها بنتك؟ يا بنيتي الله يرضى عليك، أختك توها جاية من السفر، تعبانة تبي ترتاح. يبا روحي صعدي دارك فوق وارتاحي، وأنا علي
أطبخ لك الغداء وأعرف إنك مشتاقة حق الحكوكة الصفرة أدري مشتهيت. الله يبعد شكلك والهانة على طبخك. شوي شوي يلا يلا امشي 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 ناصر هذه وصيتي لك. بدال ما تعلم الياهل يقرا يكتب يقول له حرف تعلم على الكمبيوتر والكرتون. شنو كذي عمره ما راح يتحسن. ايش فيك يا بنت الحلال خرعتيني عادي يا اهلي يعني خليه يشوف باباي ايش المشكله. تصدق انا الغلطان اني وثقت فيك. لو قطته بحضانه ابرك لي. ما تبيها تضيع حتى من وقتك معاه. عشان شنو؟ عشان معاق تخلص منه وتعطيه اللابتوب؟ اللي يفرق بيني وبينك. بدري ما حد فرق بيني وبينك شيء، كان رايح الدور الارضي بس، يعني يمك اقدر اشوفك. بس انا تعودت كل يوم اصبح بويهك. لا تستعيلين، جريب. بتصبحين وبتمسين على كيفك، الوقت كله لك. وبعدين في شيء مهم. احنا لازم نملك بسرعه.
زيدي احنا رافعين قضيه حضانه، ما نبي نتاخر اكثر من كذي، خلينا نتزوج ونسافر شهر العسل ولما نرجع نحل الموضوع، ايش رايك؟ اوكي زين انا امشي الحين ها؟ اشوفك على خير. يلا مع السلامه ام حسن. الله معك الله يحفظك. قاعده نظف شوف ريولك طبعت هني وسخت الحمام صار ساعه نظف. اطلع 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 الذئب اطلع مني اطلع مني. انا الظوف ويطبع بريوله وبعدين ليش كذي مشاري؟ انا توني خامه الصاله مرتين، ايش فيك يمه؟ ليش كذي عذاري ما شفتي اخوك كذي مكسر البطاط؟ ليش؟ انا شكو شنو شكو؟ صار لي ساعه وانا قاعده انظف الصاله، حرام عليكم حرام، وانت بعد منثر البطاط؟ زين هذا ياهل قلنا ما يخالف، انت ريال عيب عليك. هاي عذاري مو انا. عذاري ليش يمه؟ انا توني منظفه. اقول هاي انت لا تقعد تكذب. مو قاعد اكذب. اي انت لا انت انت بطاطك انت لا بطاطك خفت صدقيت قادر جيب مستحيل اللي قاعد يصير. لا مرحبا، انتي جارتنا ساكنه بهذه العماره؟ هلا يا حبيبتي هناك. اي اهلا وسهلا حبيبتي، بغيت اسالك لو سمحتي، تعرفين احد عنده خدامه ما يبيها او مكتب عنده خدامه مسترجعه؟ لا ما اعرف. مشكوره حبيبتي. حبيبتي انت يبيلك ممرضه، شغل الخدامه تنظف، تشيل الحفاضات الوسخ، تنظف لك الحمام، فهمتي؟ اي ابي ممرضه. من وين يمه؟ انت شايفه راتبي؟ يلا يكفي ادويتك ومصاريف البيت. بس حرام كذي اقعد بالحفاضه ليه ما تردين من شغلك؟ كاين بك الكرسي تحركي، علمي نفسك على الحركه بركه، انت نفي نفسك فيك. ما اقدر، شوفيني شلون ثقلت. ثقلت من لكن انت تاكلينه، ما تدرين ان عندك سكر؟ ما تبي، ما يصير يمه، حافظي على نفسك شوي. هذه الخدامه كنا وصلت، خلنا نشوف يا رب تكون هي. تعالي حياك، دشي. اهلا هالصوب دشي. حاجيك حبيبتي، اول شيء نظفي الحمام في هذا مثل البامبرز حفاضات وكذي، هذا نظفي وبعدين نظفي صوب ماما من هناك، ها ريحه مو زين هناك، نظفي. Thank you.
بدي ادخل اروح لها. يلا باي. واي نتغدى برا اوكي؟ حلفي؟ يلا اوكي. عاد من زمان احنا مو طالعين مو مغيرين جو. يلا. أربعة خمسة ستة قول واحد أحمر أحمر هذا أخضر تبي أزرق أحسوني أي لون هذا أحمر 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 إيه أحمر أحمر أزرق هذا أزرق شوفه أزرق أحكي أمبايا مو مستجاب عشان شي حط صورتها مو مستحيل الهامة شلون كذي ما تقولي لي الموضوع مو عيب أكتشف هالموضوع بالصدفة أي موضوع موضوعكم انتي وفهد وحبكم البعض شفيج ترى عادي عرفت الموضوع بالعكس احسكم انتي وفهد وايد لايقين البعض وبعدين فهد ما شاء الله عليه ما في اي شيء يعيبه ريال واموره كلها زينه يعني ما في اي شيء يخليش تبتعدين عنه لا ترى ابتسام انتي فاهمه الموضوع غلط يعني انا وفهد ترى للحين ما صار شيء ادري 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 بس الحين اللي انا قاعده اشوفه ان ما في اي شيء يخليك تبتعدين عنه بالعكس وايد لايقين على بعض صدق ابتسام إيه؟ امبي ما تخيلت كذي ردت فعلك امبي انا حدي مستانسه ما توقعت كذي بتكون ردت فعلك والله امبي حدي مستانسه يا عمري انت ان شاء الله دوم هالوناسه يلا كملي اكلتش بروح انا بس التويلت اوكي يلا اكلي الو عم باي فهد قلت لك شو صار الاكل كله دسم ومقالي تدرون يا يمه هالشيء ما يصلح لي خلاص كله سلطه هم السلطه بعد فيها مايونيز يعني نفس الشيء خلاص روحي المطبخ سوي لك خيار طماط اي شيء يعني حياه ايش فيك يمه قعدي انا اجيب لك اكل من المطبخ لا يمه ارتاح كمل اكلك وانا بروح اشوف في الثلاجه شيء اقدر اكله اللي يريحك انا من باكر راح اقول حق الخدامه تسوي لك اكل صحي حياتش فيك مو بهالاسلوب عاد ليش انا سويت خلاص خلاص
زين ما قلتوا لي شلون مرتبوكم وياكم؟ ما ادري يما، احسها مو ضايقتنا. اي يما، مشاري طايح كل الاغراض ويكسرها ويتعصب عليها من الحره. ما عليه حبايبي، هذه غصون ما تتغير. زين انتوا ديروا بالكم على اخوكم، واهم شيء لا تخلونها تعصب، زين؟ ان شاء الله يما. عافيه. زين وابوكم شلونه معاها؟ عادي كل عاده، كله بديوانيه ولما يرد ينام. هذا هو ابوكم. ما تبتاكل؟